يا جماعه ندى لو عجبك قولي لي ازيكم عاملين ايه وحشتونا قوي 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 اغلى حاجه في حياتنا اي لاف يو سو 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 يا حبايبي. بصوا يا جماعه احنا النهارده اول يوم لينا في كايرو القاهره القاهره ونيلها يوتون نيلها. بس لو حابب تبقى فرد من عيله ندى واحمد وعيلتنا تكبر ليك لازم تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وكومنت حلو ولايك احلى عشان تبقى فرد جديد من عائلتنا وتكبر وتكبر وتكبر. والفيديو دوت يوصل ل 50,000 لايك يا جماعه ضروري ضروري ضروري. بصوا يا جماعه احنا النهارده اول يوم لينا في كايرو القاهره وباذن الله يا جماعه رايحين نتغدوا. فسالنا الناس هنا في ناس قال لك مول سعودي وفي ناس قال لك مول مصر. اقرب اتنين مننا. انا عايز اروح مول مصر. فاحنا يا جماعه هنروح مول مصر مش على راي ندى ما قالت عشان بيقول لك الاكل فيه احسن من مول سعودي. وبيقول لك مول سعودي هنا سالت في المنطقه بيقول لك اغلى. انتوا فاهمين ازاي؟ بيقول لك هو الاكل بس اغلى يعني يا جماعه. فاستنوا معانا يا اغلى واجمل حاجه في حياتنا وباقي البلوج وبحبكم. قول لهم بحبكم. استنى حد فرشت الكلمه. قول لهم كلمه. فرشت شتت طبعا. قول لهم بحبكم قوي. طب البسي كده وقولي. قول لهم بحبكم قوي. بحبكم قوي. اي لاف يو. اي لاف يو. اي لاف يو. حياه قول لهم بحبكم قوي يا حياه. قول لهم بحبكم. بحبكم؟ لا. لا؟ بصوا يا جماعه معانا محمود الجمل اسطوره. محمود الجمل لابس ترينج يا جماعه. ايه رايح يتغدى بترينج؟ هو ده احنا مش رايحين نتمرن على فكره. امال ايه؟ احنا رايحين نتغدى يعني جعانين. يعني وحش الغدا ولا حلو؟ بقولوا له يا جماعه بالله اكتبوا لنا في الكومنتات يا جماعه حلو ولا وحش؟ طبعا ومعانا امي طبعا. بصوا ماسكه بصوا مثبته في الشنطه ازاي؟ ازيك يا ام حبيبتي عامله ايه؟ الشنطه دي يا جماعه امي دي كل اللي حلتها فيها حاطه فلوسها كلها هنا. لا يا ابني لا. امال ايه؟ 4500 جنيه يا جدعان زلتنا منهم. 3000 4400 ده كل ما تملك حطهم هنا يا جماعه. كذاب والله. ماما قول لهم لو بتحبوا احمد ابني اشتركوا في القناه. لو بتحبوا احمد وندى اشتركوا في قناه احمد وندى. ندى سجلي اللحظه وقولي انت فين ولسه ما كناش. مول العرب يا جماعه دلوقتي وباين عليه جميل قوي. مول عرب ولا مول مصر؟ انا اتلخبطت من الاسامي يا جماعه والله. بصوا يا جماعه حياه اول مره تروح مول العرب. حياه حياه انت واقفه معوجه ليه كده حياه؟ بص 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 واقفه معوجه قوي. فيروز يوزان انت واقفه معوجه ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بص غزوله العسوله لابسه كمامه ويزن لابس كمامه وباقي العيله الكريمه معانا. ايه عامله ايه ايه؟ اللي بيشوفك كده يقول مرقبه والله. ومعانا طبعا سلمى القلب الطيب وصالح صالح بالطعم الجديد يا لوحه. ومعانا ام الغاليه. ماما انت اول ما تيجي مول مصر؟ مش انت جبتني قبل كده يا ابني؟ مول لا يا سلام. السنه اللي فاتت. مول العرب ده؟ معرفش احنا جينا. ده عندي مول يا ماما مش ده. يبقى جينا فين؟ جينا فين؟ دانتي او كارفور. دخلنا كارفور اللي جنب ده. ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده مول العرب عشان اتلخبط. بصوا يا جماعه ده مول العرب ومعانا هنا امنيه. امنيه قوه. امنيه قوه. عامله ايه يا قوه؟ الحمد لله. احنا اول مره تيجي مول العرب؟ انا محمد اخويا. حمو طلبت ايه النهارده؟ كنتاكي. ده كنتاكي طعمه عجيب. ايه؟ خد بالله عليك اسمه ايه؟ ده جايب كنتاكي طعمه عجيب. ندى هتاكلي ايه ندى؟ وريني حمو كنتاكي كده؟ كنتاكي مش هتقدر تجيبها. بصوا يا جماعه انا وندى دورنا في كام محل. كل دي المحلات كل دي محلات. بصوا كل دي محلات اقسم بالله في الاخر راسينا على ده. اسمه ايه ده بقى؟ اسمه ايه؟ يا جعله اللي بتاكله خلاص. بصوا هو شكل الساندوتش عجبك. شكل الساندوتش عجبك. بصوا يا جماعه الساندوتش هو ده. بصوا هو دوت بالظبط اللي بيطلع. هنشوفه دلوقتي هيبقى نفس الصوره ولا مش نفس الصوره. استنوا معايا. ندى انت فين؟ جعانه كام في الميه ندى؟ جعانه كام في الميه؟ لا انا بعد ما شفت الساندوتش جعانه منهم. مفيش حد قال لي ندى يا جماعه مبروك على الطقم الجديد. مش الطقم الجديد وهنا الجاكيت كده وروم الجاكيت. بصوا يا جماعه اي 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 اي, أي. بصوا حياه العسل. اروح اجيب الهمبرجر بتاع فيروز واجي. حوله طلبت ايه يا حوله؟ طلبت تشيكن بوركوس كوندوس. طلبت وجبه من مؤمن. انا وحوله ده من مؤمن. مؤمن يا جماعه. الوجبه عباره عن 4 سندوتشات ب 200 جنيه. انت
مالك وفرت ليه كده؟ مش وفرت، قال لي عارف اخشش فيه ولا سلمان ده كان مؤمن؟ اه ده لازم معاك كده والله بجد. ما عجبنيش هاتي الجمبري بتاع ماما. لا الجمبري بتاع ماما تحفه تحفه تحفه. ماما تاكل ايه يا ماما؟ هاكل مع حوده. تاكل مع حوده ايه؟ هتاكل ايه حوده؟ برجر ولا ايه؟ التشيكن موكس يا ماما. حوده انا وندى طلبنا سندوتش لو شفت دلوقتي الحياة. اه سندوتش الحياه اسم اسم سندوتش الحياه يا امه من عند الحياه ده اسمه ده اه اللي شكله حاف الاحمر ده ده امنيه اكلت ايه يا امنيه؟ من مين من مين من مين لخصه؟ من مؤمن؟ ماشي. اجيب لك راس الحياة. انت عايز راس؟ اه ماشي. انا النهاردة محمد اخويا وندى. ندى تاكل ايه يا ندى؟ كنتاكي؟ حمو قول لي الاسم الوجبة اللي انت طالبها. سوبر دينر. ايه؟ سوبر دينر. سوبر دينر؟ وريني كده سوبر دينر دي عبارة عن ايه؟ رز واربع قطع فراخ. احلى حاجة في الدنيا بقى. والله؟ بص بصورهم لعندهم وعندي. يعني انا بصور فلوج عندهم في القناة بيرنس ماس وفلوج عندي في القناة عندنا. بصوا يا جماعة علشان حياة صغيرة ضحكنا عليها وجبنا لها طبق رز. مع ايه جاي اهو؟ ايه ماكدونالدز فاروس فين؟ ماكدونالدز فاروس. طبعا يا جماعه ايه انت طلبت ماكدونالدز النهارده؟ ايه وجبه الشير بوكس صح؟ اوبا فاروس العسوله بتاعتك اهي البيبسي بتاعتك اهي الصغيره صح؟ فاروس البيبسي بتاعتك الجميله اهي فرحانة يا روزة؟ فاروز فرحانة؟ والله ما اعرف. بص عليه بقى سلولة من قبل ما تشوفه بقى. بصي لي هنا يا لوزة. الحمد لله. الحمد لله. بصوا يا جماعة السندوتش اهو وصل اهو. وصل. بصوا ده بالجبنة صح؟ ده المفروض هو ده. يعني واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة هو هو يا جماعة ولا لا؟ خد اهو ده من غير جبنه صح؟ اه ده بتاعنا يا جماعه خد من غير جبنه ده بقى بتاعنا كده وندى اهو ناكله بقى ونستنوا معانا. سندوتش الهمبرجر في العاده يعني بيتاكل يتمسك كده وبيتاكل فدوت انا مش عارف امسكه ازاي. ده همبرجر ولا زنجر؟ والله ما اعرف انا بتمسكه ازاي. بصوا يا جماعه ده ندى ده زنجر ولا همبرجر؟ زنجر. زنجر؟ ايوه انا اكل ازاي كده؟ اه لا لا من تحت امسكه كله. حتى بقى لفوق. ما انت تحت هتاكل عيش تاني منين؟ اه ما لازم يتمسك كله على بعض. ما عنديش غير عيش. لا والله بص ناكل اللي فوق واللي تحت ربنا يحلها. حلو يا جماعه اللي هناك ديت المفروض اللي هي سماح ما طابويه. انا هسألها سؤال دلوقتي شوف هي ترد عليه بايه. سماح سماح عامله ايه؟ كنت عايز اسالك سؤال بس. اه سماح انا سبت الاكل عشان اساله لي جاب بدماغي. بص استني تعديني ظهرك. بص يا سماح هسالك سؤال بس. سماح يا جماعه ام فتح الله وامنيه. سماح اما طلعت من ابويا احسن ولا وهو متجوزك احسن؟ يعني دلوقتي بيفسحك كل شويه اما اتطلقت. اما انت اتطلقتي بقى بيفسحك كل شويه. وهو كان متجوزك كان مش بينزلك من البيت صح؟ ايه؟ بيفسحك برضه؟ يعني اني احلى؟ ايه؟ بعد الطلاق؟ بعد الطلاق صح؟ يما بعد الطلاق احسن ولا قبل الجواز يما؟ بعد الطلاق طبعا. بعد الطلاق؟ ابويا يا جماعه عشان المعاش. عشان المعاش يما. اما عشان ايه؟ ما كنتش اشوف ابوك وانا متجوزه. قول والله
حلوه برضه. كان بتشوفك يا حاج؟ ايه لا مش عارف البيت خالص. سماح ما كان بيقعد في البيت والله. بصوا يا جماعه جبت ندى نضاره من المول العرب. فين هي نضاره؟ معرفش. امال ايه اللي في ايدك ده؟ حياه مول العرب حلو يا حياه. هات لها اللي انت عايزاه. محمد وندى معانا في اي حته نروحوها يعني اي مكان نروحوه. ها محمد انت لازم تكون معانا. بيضه اوزمو. ايه المحل قبل بيضه اوزمو. بصوا يا جماعه جبت الفروس وحياة عربيه من دي الدخت قبل ما جبتها. ندى ايه رايك في العربيه دي؟ ريحتك ولا لا؟ اه يا عم ده مرمطين. طب اخش انت تدخل. انت تدخل تتفرج. بصوا يا جماعه ندى داخله بيكسي تتفرج. ايه يا فاروز؟ مش داخله البيبسي، داخله بيكسي. ها؟ اسمه ايه؟ بيكسي. حياه اسمه ايه؟ افتحها لك؟ اسمه ايه حياه؟ بيكسي. بصوا يا جماعه اي واحده باي تتجوزها وتتطلق تاخد معاش. يعني سماح ده اللي بتاخد معاش، شاهدي كام يا سماح قدام الناس دي كلها؟ ايه يا سماح؟ هو والله؟ 3000 يا سماح؟ 3200 يا سماح؟ الصلاة على النبي. 5 من زمان ما خدتش. بصوا يا جماعة 3000 جنيه ولع يا موحى ولع. ليه مش خدتش فلوس كام يا حودة؟ 3000 جنيه اهو. وفي تاني؟ يا سماح ايه يا سماح؟ طب اقول لك حاجه. غير الاهل العربي، غير الاهل المصري. ليه؟ غير واحده ثانيه. جرب مكنه ثانيه. اي واحده بابا بيطلعها بتاخد معاش. يا جماعه الباسورد، الباسورد بتاع سماح 2036 وقصيره يا جماعه. بس طول امنيه. حلال عليه فلوس. بص اي واحدة بابي طلقها بتقبض معاش 3000 جنيه. انت جبت ايه؟ جبت الحافة عشان دي حاجة استغربت بيها. قول والله. والله جدع والله. ندى تجيبي ايه ندى؟ اجيب بسكوتات كده عشان القعدة. عشان العشاء؟ يا جماعة انا متوقع اللي هو كبير بالشكل ده. بس حلو قوي اكيد كتير. انا عايز 7 سنين عشان تحفظي. بس جميل صراحة. لا جميل. نظيف. قول. عايز اقول لك حاجه. انت كنت تتوقعي المول العرب ده كبير للدرجه دي؟ اه. توقعي كام في الميه؟ مليون. مش انت عارفه ده من المولات الكبيره اصلا معروف. يعني بصوا يا جماعه احنا عندنا كارفور في اسكندريه ده ما يجيش جنبه 1%. وبقى بالنسبه لنا ان كارفور هناك ده هايبر. كارفور ده بالنسبه لنا بقى انت بتروح ايه بتتعب في المشي. احنا هنا اصلا يعتبر ما تمشيناش وتعبنا يعني. احنا كاننا يعني جايين من اسكندريه. احنا عندنا مول في اسكندريه. احنا جايين نشوف حاجه جديده. وبعدين هنا برضه في نفس المحلات زارا وكده. حياه يا حياه. تدي ماما بوسه يا جماعه. فيروز رايحه الملاهي مع ايه؟ رايحه الملاهي؟ ليه؟ ايه توديها معاك الملاهي ايه؟ على حسابك؟ على حسابك. ايه؟ ما بقولش لا عادي. ما بقولش لا اوكي. ما برجعش احاسب انا. ماشي. بصوا يا جماعه احنا دلوقتي دخلنا مدينه الملاهي. مدينه ايه يا ندى؟ ايه؟ مدينه الملزهات ولا لسه؟ ايه؟ بص حياه حط ايدك على بقك يا حياه وانت بتتاوب. بصوا يا جماعة جبنا اللحاف ده خلاص استقرينا عليه ده. بصوا اعمل كده. فيروزة راحة فين؟ ايه؟ تركب ملاي؟ ايه تركب ملاي؟ بصوا ندى العب انت بقى. ندى يلا محمد يا جماعة بيلعب بولينج اهو. انا هدي انا دور بص بقى. تعالي لو ثقة بالله اكشن. لا بس حلو قوي. ايه؟ لا بس
يا حمو ندى خلي بالك انا العب منك والله. واو كلهم ناقص واحدة العبي تاني. يلا 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 جول جول. يلا ندى العبي ندى يلا اللي بعده ندى. بس انا خباك بلعبها احلى من ندى. وفي هات الواد ده في حد يا جماعه بصراحه هو اللي عزمنا عليها محمد. اسمه محمد واعطانا كمان الورق دوت قال لك لفاروز وحياة. شكرا جدا جدا مش عارف اقول لك ايه يعني. تعالي بقى نبدلهم بقى. ندى بص يا ندى لو انت قلت في عربيه هوريها لك لو قلت حلوه وهم قالوا حلوه ممكن نفكروا الخطوه الجايه اللي احنا نجيبوها يعني كمان سنه كده. ماشي يعني كمان سنه. لا خلينا في عربيه بس تعال يعني لو انتوا يا جماعه قلتوا العربيه حلوه والنادى قالت حلوه كمان سنه سنه باذن الله يعني ربنا يقدرنا ونجيبوها. طب وريها لي. تعال امشي قدام مني. بصوا يا جماعه هي دي هي اللي في وشك الصغير ازعه دي. انا طولها يعني ايه ما دي حلاوتها اللي انت طولها. نعم ما بتحبي لون ايه؟ طب افتحي كده وقعدي فاهم وارتاحي. تحس ان انت راجل ايه؟ تحس ان انت راجل. طب هتقفلي البتاع ليه ما فيش ازاز معنى؟ ايه رايك يا ندى بالله عليك؟ ايه؟ بصوا يا جماعه بالله عليكم قولوا لنا حلو. ايه؟ بص على قد حياه. بص يا جماعة يا دوبك تحط فيه مثلا طفاية ولا تحط فيه ولاعة منديل صغير منديل بكم منديل صغير. بص يا جماعة ندى لو عجباكي قولي لي. ها ايه ست هي دي عربية اصلا انت تقولي ما فيهاش مراية. بص يا جماعة انا عجباني اللي هي جيب وصغيرة. بص يا جماعة لا لا بس يا بنت بطلي لعب. بص يا جماعة العربية صغيرة جدا ما اقولكوش فهم تتخيلوا. ندى العربية صغيرة ولا لا؟ بيبي قوي يعني. والله؟ والله انا بصراحة عجباني قوي. حلوة والله. قول والله؟ والله جميلة قوي. انا فرحانة بيها. انا عجباني قوي والله. بابا ما بيقفلش. ممكن نبقى نحط له مفصلة هنا ولا حاجة. نحط له ترباس. نحط له ترباس. بالله عليكم يا جماعة اكتبوا لنا في الكومنتات حلوة ولا لا؟ بالله عليكم. بصوا يا جماعه ده الدار هي شب عربيه شب يا جماعه. ايه طب والله حلوه. بصوا يا جماعه ان انا بتقيس وزنها وطولها وهقول لكم كل التفاصيل دلوقتي وكله هيبان عشان هي قالت لي ما تقولش لحد. بصوا ضحكوا على حياة قعدوها فين يوتا؟ ضحكوا عليك يا يوتا وقعدوكي في الارض. ها قعدوكي في حياة على كرسي. ضحكوا عليكي؟ ضحكوا عليكي؟ أما الفاروز فين يا حياة؟ إيه؟ فاروز يوزا 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 يوزا. احنا عايزين نعرفه لايف هنا هي كام كيلو؟ كام؟ 22؟ لا بالله عليكي ده كله متابعينها مستنيين والله العظيم. ما انا جوزها ما انا ايه اهو 159 الطول اهو 69. بص يا جماعه 69 كيلو اهو على ما اعتقد. لا 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 الضغط دي هدوم الشتاء. هدوم الشتاء